15 سنة ما تقضوا وي امي راحت واخي راحوا ولا حدا ضل. احكي للعالم يعيش مرتاح وينبسط على قد ما يقدر، ما ضلش ولا مخلوق الي. انا رحت والله العظيم شنطتي فيها حليب وشبز لابني عشان ياكل، عشان ولا حدا من العالم تطلع فينا. روحت من شغلي عشان روحت من شغلي، لا لقيت امي ولا لقيت ابني ولا لقيت حدا ولا اخو ولا اي حدا الي هالقد. اجت انا لحالي بنادي الله بقول وين يا امي، لا اله الا الله. انا لحالي عيني بقول وين معتصمه، وين معتصمه؟ وينه؟ بيت الشيخ كله نزل. ابني بعد 14 سنه استشهد ابوه، هي ابني كمان، هي اللي ضلت. ضلت لحالي ولا حذر ولا انا لحالي، بس طلعت من الدار ولا مخلوق. قولوا للعالم ابني مات. انا عارفه انه ابني مات بعد 14 سنه. شفت الولد قبل ما اشوفه، هو وجوزي ولا كله راح. انا قلت لحالي ايش العالم العربي والاسلامي بده يعمل لي هالقد؟ بده يعوضني مال؟ طب يجي يعوضني ابني هالقد؟ حسبي الله ونعم الوكيل.